متأكدين من عنده هو ضعف الأمن، السيطرة الأمنية، ضعف الحراسات. طبعا ممكن يعني أنا واحد من الناس اللي تعرضت للحريق، 100% الحريق كان مقصود، مشاكل يعني كانت هنا الأوضاع الأمنية ضعيفة وأكو ناس مجهولين سببوا لهذا الحريق. أنا أحد الأشخاص اللي خسرت يعني مبلغ كلش ضخم، كانت بضاعة هستوها واصلة جديدة واحترقت كلها طبعا هواية، وماكو أي تعويضات ولا أكو أي يعني متابعة رغم أنه احنا نقدم شكوى ونقدم هاي بس ماكو أي متابعة، مجرد أنه تسجل محضر وينتهي الموضوع. ما يصير شارع الرشيد مخزن، هسه تصير مخازن. هذا المخزن ايش دا يسوي؟ اي التماس كهربائي دا يصير انفجار بنفس الوقت، لان هسه اهل العطور هسه صار براميته. هل صار التماس كهرباء هذا حقيقه؟ احنا مرات نقول قبل اي كانوا يجون ياخذون من عندنا خوات هنا اهل الحراسات، تدفع حراسه ما تدفع لهم يحرقون، هم يحرقونه. والعصابات هسه احنا ما في عصابات اخوي، اغلبيته اهمال جانب الحكومه. الدفاع المدني صفر، نسبته صفر بشارع الرشيد. الدفاع المدني مدى يفتر بشارع الرشيد نهائيا. المفروض يجي الدفاع المدني، قبل كان يصعد لنا للعماره يقول وين الطفايه، يباوع على واير مزلوق، يعاقب ابو. هسه ماكو عقاب استاذ العزيز، فهاي سببها. وماكو احد يجي يعوضنا، هسه احترقت محلات، احترقت مخازن، الاف الدولارات، ما حد يجي يعوضنا. في المده الاخيره بعد ان جاء رئيس الوزراء الكاظمي اخذت بعض العناصر الفاسده التي تؤمن بالسرقه وتؤمن بالحرائق، تقوم بحرق المناطق الاقتصاديه حتى تضعف الدوله اقتصاديا. شركات التامين الاصيله انتهت، التامين العراقيه ما يجون يامنون لان الحرائق لا تسد حاجتهم. الحرائق كثيره،